والبداية ستكون مع الهيئة السورية للإعلام والدكتور العميد إبراهيم الجباوي. دكتور مرحبا بك. مرحبا يا أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني دكتور بداية نصف لنا ما الذي يجري في الساحة الجنوبية من تطورات؟ بداية إذا سمحت لي أعلق على كلام أحد إعلاميي النظام على الساتر كما يقول. حسب المثل العربي بيقول أنه التيس بتحالى أو بتفاخر بإلية الناجح، فهؤلاء يتفاخرون بالطيران الروسي وبالميليشيات الشيعية من كل حدب وصوب، جاءتنا من أفغانستان، من باكستان، من إيران، من العراق ومن حزب الله الإرهابي، كلها تضافرت مع فرقتين الأولى الخامسة والخامسة عشر من ناحية السويداء على سبعة محاور. كان الهجوم باتجاه هذا الجيش المؤلف، هذا الجيش الكتلة الموجودة في المنطقة مؤلفة من 200 عنصر لا أكثر ولا أقل، ولا يحملون إلا السلاح الخفيف. لكن هو فعليا عميد إبراهيم الجباوي، هو فعليا على الأرض، هو هذا ما الذي يحدث صحيح؟ أنا أقول أشرح كيف صار. نعم. استغل النظام وحلفائه من الميليشيات الطائفية الهدنة أو اتفاق وقف النار الموقع في منطقة درعا. واستغل تخفيف التصعيد في منطقة الغوطة. وكرس كل جهده العسكري باتجاه هذه المنطقة البادية الشرقية الجنوبية من بادية الشام مع الحدود الأردنية. هنا انطلقت هذه القوات كلها ميليشيات شيعية أكثر من 3500 عنصر مؤلفين بجبهات ميليشية على سبعة محاور، ومزودين بالدبابات، بالمدفعية الثقيلة، بالراجمات، 85 رشقة راجمة كل ساعة على المنطقة، 85 غارة جوية بالطيران الروسي على المنطقة، كلهم 200 عنصر يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لا يمكنهم الصمود أكثر من ذلك، ولا يمكن لقائدهم أن يضحي بهم جميعا من أجل أن يقولوا أنه لم ينسحب. هو انسحب بتلقاء نفسه ليحافظ على حياة الجنود الذين لا قوة عندهم تستطيع مواجهة هذا الجيش الجبار الذي جاءهم. بمعنى إذن دكتور، هنالك تطورات على الساحة الجنوبية، إلى أين ممكن أن تقود هذه التطورات المشهد؟ يعني اعتقد ان حتى يعني هناك كان يعني وصل الجيش النظام وميليشياته الى معبر او معبرين من الحدود الاردنيه، نقطه او نقطتين، لكن ليست كل الحدود. هو يطمح دائما هذا النظام وحلفائه الى ان يكون هناك معبر ليس للنظام انما للميليشيات الشيعيه لتعبر من خلال الاردن الى منطقه الخليج العربي. هذا ما يفكرون به وهذا ما يسعون إليه، وهو اليوم برسم قوات التحالف الدولي. الموضوع برسم قوات التحالف الدولي لأنه هو المسيطر على المنطقة هناك. بمعنى يعني تطورات تحت مظلة الاتفاق الأمريكي الروسي أو ما يسمى بخفض التوتر؟ لا أعتقد، المنطقة غير خاضعة لهذا الاتفاق. المنطقة جرى فيها الانسحاب والحرب والاقتحام غير داخلة في منطقة خفض التوتر أو في اتفاق خفض التوتر. هو يقع تحت سيطرة قوات التحالف الدولي التي جاءت لتحارب داعش، وهذه الفصائل ليست منضوية تحت لواء الجبهة الجنوبية، إنما هي فصائل تحارب داعش مع التحالف الدولي. نعم شكرا لك. كان على التحالف الدولي أن يساهم في ردع هذا الهجوم الذي حصل عليهم. نعم كل الشكر. كان معنا من الهيئة السورية للإعلام الدكتور العميد إبراهيم الجباوي، شكرا جزيلا لك.